اعتاد العالم أن ينظر إلى الجامعة على أنها المرحلة الأساسية لإثبات ذكاء الفرد وقدرته على النجاح في سوق العمل، ولكن مع التقلبات الاقتصادية والقفزات النوعية في عالم التكنولوجيا، فهل تفقد بعض المؤهلات الأكاديمية قيمتها؟ لطالما تصدرت عبارة المؤهل العلمي شروط التوظيف وتباينت المرتبات باختلاف المؤهلات العلمية في وقت قد يكون الأقل مؤهلاً أجدر بتلك الوظيفة بعد إعلان الرئيس الأمريكي أمراً تنفيذاً بتوجيه تعليمات لفروع الحكومة الفيدرالية بالتركيز على المهارة بدل الشهادة الجامعية في اختيار الموظفين الفيدراليين، توصيات للحكومة الفيدرالية التي توظف أكثر من 2 مليون عامل مدني بإعادة وضع استراتيجية توظيف في خطوات للعثور على مرشحين يتمتعون بالكفاءة والمعرفة ذات الصلة بدلا من مجرد التوظيف بناء على الشهادة من دون إغفال الشهادة العلمية. هذا وانصب الاهتمام في الحصول على الشهادة وبذل الجهود والأموال في سبيل الوصول إلى نيل أعلى الدرجات العلمية، وتوسعت الدول في إنشاء المدارس والجامعات حتى اكتسحت التكنولوجيا العالم وبدأت الاحتياجات تتغير وتغير نمط الحياة تبعا لذلك، ولم يعد الحصول على الشهادة عنصرا حاسما للمنافسة، فسوق العمل اليوم يتطلب مهارات عملية. هذا وتوجهت الشركات الكبرى إلى تقييم المهارات على الشهادات أو تقديمها، معللة ذلك بأن الموظف الذي يفتقر إلى المهارات الناعمة كالتواصل وحل المشكلات أو التخطيط والتنظيم جنبا إلى جنب بالمهارات الصلبة لا يكون مؤهلا لشغل معظم المواقع الوظيفية حتى ولو كان يحمل أعلى الشهادات. وأصبح التخصص الجامعي صداع يؤرق مستقبل الطلاب في وقت أصبح جل التركيز على المؤهل العلمي، مغفلين بذلك المهارات التي قد تميزهم عن غيرهم، مع توجه الحكومات إلى تفضيل المهارة وعدم الحرص على المؤهل العلمي بالدرجة الأولى. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من أبها دكتور محمد الشهري، مدرب ومستشار تعليمي وتربوي. بداية دكتور أرحب بك في عين الخامسة. دكتور، في ظل ما اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في ما صدر وما اعتمده الرئيس الأمريكي من اعتماد المهارة في كفاءة التوظيف بديلا للشهادة الأكاديمية أو مفضلة على الشهادة الأكاديمية، هل يمكن إذا انطلقنا من أن الولايات المتحدة الأمريكية رائدة في مجال التعليم والموارد البشرية، هل يمكن أن نقول أن ذلك بمثابة أن تشغل الولايات المتحدة الأمريكية العرب الأولى في قطار التغيير في العالم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. أخي العزيز، المهارة والخبرة مطلوبة حقيقة، لكنها لا تتأتى ولا تأتي بارك الله فيك إلا بعد الشهادة، لا شك في ذلك. نسمع بارك الله فيك بخبرة السنوات وسنوات الخبرة. خبرة السنوات ربما يكون عندك 30-35 سنة، ونأتي وإذا ليس لديك إنتاج، وهذا موجود كثير في القطاع العام، لكن المقابل سنوات الخبرة قد تكون 5 سنوات لاقت إرادة وإدارة، فإرادة من الشخص وإدارة من القيادة ومن الإدارة. اليابان متقدمة، لماذا؟ نجحت في الإدارة نجاحا باهرا. لا يمكن أن نلغي الشهادة أبدا، وخاصة في بعض التخصصات التي تحتاج إلى علم وإلى معرفة. أما البعض الآخر في هذا الزمن فلا بأس يعني أن تكون المهارة والخبرة في نطاق ضيق مقدمة على الشهادة، لكنها المسألة مسألة توأمة بارك الله فيك بين الشهادة وبين الخبرة والمهارة. لدينا في المملكة العربية السعودية يعني إشارات، ممكن أن أشير مثلا إلى الجامعة السعودية الإلكترونية، هي تطبق هذا وتركز على المهارة وتركز على الخبرة. لكن وجهة نظري أن الولايات المتحدة الأمريكية وصلت بالفعل إلى الوقت والزمن التي تطمئن فيه بأن تقول هذا الكلام، ما هو اللي هو مسألة الخبرة المهارة أهم فعلا. لكن الحقيقة أنا أخاف يعني أن نندفع وأن نطبق بشكل سريع فنضيع هذه وتلك، نضيع الشهادة ونقلل من أهميتها
وأيضا الخبرة والمهارة تكون أيضا بعيدة عنا. نعم دكتور محمد. نعم. لا شك بأن بعض التخصصات، دعنا نقول مثل التخصصات الطبية، نعم، لا يمكن والهندسية، لا نعم والهندسية لا يمكن تجاهل الشهادة، فهي معيار أول لأنها نعم هي التي صحيح. تدخل الكادر البشري إلى ذلك العالم. نعم في بعض التخصصات كالإدارة وخلافة يمكن يعني تقديم عامل المهارة، في مثل هذه الحالة بما يمكن وصف الشهادة؟ لا شك أخي العزيز، الشهادة يعني أرجو أن لا نذهب بعيدا، الشهادة بارك الله فيك هي التي تجعل الشخص خلينا نقول لديه انتماء لهذا التخصص الذي اتجه إليه، وبالتالي أي أمر أمامه فيما يتعلق بالخبرة فيما يتعلق بالمهارة يكون عنده قاعدة كبيرة اسمها المعرفة، يكون عنده معرفة ويكون عنده انتماء ويكون عنده حالة نفسية جاهزة أن يتحدث في هذا الموضوع أو ذاك. فالحقيقة لا نريد أن نضيع هذه وتلك، لا نريد حقيقة وجهة نظري أن نندفع اندفاع. نعم الخبرة المهارة مهمة، والمقابلات الشخصية التي تحدث في الشركات هنا أو هنا هي للبحث أو للنظر إلى الخبرة والمهارة أين هي، أما الشهادة فهي يعني شيء ثاني في الأمر هذا، لكنها مهمة جدا، وأرجو ألا نندفع اندفاعا سلبيا فنضيع هذه وتلك يا أخي العزيز. نعم دكتور محمد، دعنا نسلم بهذا التغير الحادث في عالم الموارد البشرية. صحيح. نعم بما يمكن توجيه الشاب، وأنت مستشار تربوي وتعليمي، في اختيار تخصصه، هل يختار ما يميل إليه أم يختار ما يحتاجه سوق العمل؟ هذا بارك الله فيك موضوع مهم جدا جدا جدا، ونحن في التعليم بعامة نحاول أن نصل إلى هذه النقطة في أن نوجه الشاب إلى المجال الذي يعني يبدع فيه. مسألة والله أنا أبي طب أبي هندسة أريد كذا، هذا ممتاز، لكن هل تصلح لهذا الشيء أم لا؟ فتوجيه الشاب بارك الله فيك إلى التخصص الذي نرى نحن أنه جاهز إليه هذه مهمة جدا، نوجهه إلى الشيء الذي يمكن أن يبدع فيه. أما مسألة المهارة بارك الله فيك والخبرة، فهي من وجهة نظري أنا أن الشخص إذا تخرج من الجامعة بتخصص أي تخصص ثم لقي يعني حاجتين اثنتين ذكرتها لك قبل قليل، الإرادة والإدارة، فالإرادة من نفسه بأن يكون، والإدارة بارك الله فيك في أن توجهه ليكون بعد 5 سنوات 10 سنوات ذو خبرة ملموسة. لأننا في القطاع العام اسألني أنا بعضهم 35 سنة، لو نظرت إليه حقيقة لما وجدت عنده سنة واحدة، والعكس أيضا صحيح، اللي عنده 5 سنوات كان عنده إرادة وكان عنده إدارة توجهها صحيح بسم الله ما شاء الله تقول عنده 35 سنة. فالمسألة يعني المسألة لابد أن نقف يعني الموقف الواعي المتأني في ذلك. نعم دكتور محمد، في ظل معيارية أو المعيارية الجديدة التي تفضل المهارة على الشهادة، هل يمكن تطبيق هذه الآلية في جميع دول العالم أم أو وجميع بيئات العمل، أم أنها تحتكرها بعض الدول المتقدمة في هذا المجال؟ لا شك يا أخي العزيز أن بعض الدول المتقدمة وصلت كما قلت في بداية حديثي وصلت إلى الإطمئنان لاتخاذ هذا القرار، أما بعض الدول بارك الله فيك فيبغالها، لا شك أنه يبغالها سنوات، يبغالها سنوات، وإذا أرادت بعد فترة فتبدأ من الآن، من الآن تهيئ وتحاول أن تفرز التخصصات التي المهارة فيها مقدمة، خلينا نقدمها بنسبة كبيرة على الشهادة وعلى المعرفة، وتحاول أن لا تخلط الأوراق. الدول التي تختلف كما قلت لك في بداية حديثي، الولايات المتحدة الأمريكية، الرئيس الأمريكي متى قال هذا القرار، متى أصدره؟ بعد الإطمئنان على أنه يعني جاهزين لهذا القرار وجاهزين لمتابعته يعني إجرائيا. طيب دكتور، إجرائيا جاهزين لذلك، ماذا تعني هذه الكلمة؟ يعني ما الذي وصلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية في معيارية تقديم المهارة على الشهادة لم يصل إليه غيرها؟ نعم أحسنت صحيح، الولايات المتحدة الأمريكية يعني خلينا نقول أنها لا تتخذ أي يعني قرار مثل هذا القرار بشكل سريع، يعني لابد أن تكون سنوات وهي تعد لهذا الشيء، سنوات عديدة تعد لهذا الشيء. هي في الولايات المتحدة الأمريكية أخي العزيز في بعض الوظائف وربما أكثرها خاصة في الشركات
لا يرغبون من الموظف أن يداوم، يجي الصباح ويمشي بعد الظهر، هذا ما هو مهم عندهم، المهم عندهم الإنجاز. ما عندهم شيء اسمه توقيع ولا بصم ولا متى تأتي ومتى تذهب، لا، عندي فترة زمنية حقق لي هذه الأهداف، 1 2 3 4، داوم متى شئت، ابقى في بيتك متى شئت، اذهب متى شئت. فالولايات المتحدة الأمريكية والدول المتقدمة لما تتخذ مثل هذا القرار هي مطمئنة على أن هذا القرار سوف يلاقي يعني أرضية رائعة جدا يمشي فيها. لكن يعني بعض الدول لابد أن نتأنى شوي. نعم. لدينا كما قلت لك بداية حديثي بعض التجارب، الجامعة السعودية الأمريكية، عفوا الجامعة السعودية الإلكترونية رائعة في هذا المجال حقيقة، وأنا تابعت بعض الطلاب فيها، ممتازة جدا، تركز على المهارة فعلا. نعم دكتور، اعتماد المهارة كمعيار أساسي، ما الذي يشكله لمن لا يحملون سوى شهادات ويواجهون صعوبات في إيجاد فرص وظيفية؟ ما هو العائق الذي يشكله أمامهم؟ أخي العزيز، المهارة بارك الله فيك هي التي تفرض نفسها. المهارة يعني خلي الخبرة جانبا، لكن أقول المهارة، فقد يكتسب الشخص مهارة في فترة زمنية يعني وجيزة، فالمهارة هي التي تفرض بارك الله فيك. والشخص الذي عنده إرادة من نفسه ويعلم أن عنده تلك المهارة لا شك أنه سيجد له مجال. لكن هنا دكتور اسمح لي إذا قاطعتك، إذا 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 فقدت الخبرة تبع لذلك ستفقد المهارة، لن أستطيع أن أثبت مهارتي إلا من خلال خبرتي. صحيح، لكن أقصد أنا بالخبرة أن يكون مثلا منتسبا إلى جهة حكومية مثلا. نعم. أو منتسبا إلى عمل، ليس شرطا، يعني ربما تأتي خبرته من خلال ماذا؟ من خلال خلينا نقول جهده الذاتي في بعض التخصصات ليس فيها كلها. يعني خلينا أعطيك مثال بسيط. نعم. فيما يتعلق بارك الله فيك في الهكر مثلا، ما يحتاج لها خبرة، يحتاج لها مهارة وذكاء، ما يحتاج لا 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 خبرة ولا يحتاج أن ينتسب إلى جهة معينة، لكنه في هذا التوجه وخاصة في ما يسمى بالذكاء الاصطناعي ينطلق الشخص فيه من ذاته ويبدع ويبرز للناس يعني عطاءاته وإبداعاته. نعم. دكتور اسمح لي إذا قاطعتك، باختصار شديد أود أن أختم معك بكلمة توجهها للطلاب الذين على وجه التخرج ويتجهون لسوق العمل، بماذا توجههم؟ والله أولا أدعو الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق والسداد، وأنا أقول مثل هذه الدراسات، مثل هذه التوجهات، مثل هذه القرارات لا تثنيهم، لا تثبط عزائمهم، يأخذوا من المعرفة ما يعني ما يطمئنون إليه، والمعرفة ليس لها حدود، ليس لها مجال تقف عنده. والنقطة الأخرى يجب أن يكون عنده إرادة، لا ينتظر من الناس بارك الله فيك أن يوجهوه، لا ينتظر منهم أن يساعدوه، هو يساعد نفسه بنفسه. وإذا بارك الله فيك صار عنده إرادة وصار عنده عزم سيصل بإذن الله سبحانه وتعالى. بعض الدراسات لا تثنيهم عن المعرفة، المهارة ستأتي، الخبرة ستأتي، لكن بشرط، وهذه ما أختم به مصطلح كبير جدا، وهي الإرادة عند ذلك الموظف أو عند ذلك الطالب الخريج الجامعي. نعم، إذن كان معنا الدكتور محمد الشهري المدرب والمستشار التعليمي والتربوي من أبها، شكرا لك.